بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الإنترنت. إن شاء الله اليوم الدرس سيكون مختلف، لأنه سيكون حول واحد لو سيت اللي باقي ما مطلوصاش، باقي ما بداش. وهذا السيت هو WCX، وهو عبارة عن منصة ديال تداول العملات الرقمية شبيهة بالنسبة للبولونيكس والبيتريكس والكراكن والمنصات الأخرى، غير أنها تعتبر نفسها منصة مختلفة من حيث أنها أول منصة لو كوست، يعني القيمة ديال لي ترانزاكسيون ولا الضرائب اللي في ديال لي ترانزاكسيون كتكون قليلة جدا بالمقارنة بالبولونيكس والبيتريكس والمنصات الأخرى. وأهم شيء في هذه المنصة لحد الآن هو الاي سي او ديالها اللي غادي تلونسيه لو 1 اكتوبر، في اوائل اكتوبر غادي نشوفوا لي دات من بعد. هذا الاي سي او كيتسمى WCX. هذا الاي سي او الى تسجلتوا في هذا الموقع اللي تسجلتوا فيه الان في هذه الايام، نورمالمون غادي تربحوا 50 دبليو 50 دبليو سي اكس. هذا دبليو سي اكس 50 اللي الثمن ديالها لحد الان واقيلا يساوي 5 دولار، لان 10 دبليو سي اكس كتساوي 1 دولار، يعني 50 دبليو سي اكس كيساوي 50 دولار، 50 دبليو سي اكس يساوي 5 دولار. هذا من جهة. من جهة ان هذا الموقع ان شاء الله فاش غادي يتلونسا، ولكن موقع جاد كما يدعون من خلال قراءتنا للريد ديال ورايت بيبر، ان وايت بيبر عفوا، ان القراءه ديالنا حول هذا الاي سي او، حول هذه المنصه ولا هذه المنصه ديال التداول، يبدو انهم جادين وعندهم واحد البروجي. الى صدق هذا البروجي وكانوا على القد الكلمه ديالهم، ان هذا البروجي اللي تري انتريسون، يعني مهم جدا، وسيستقطب العديد من الترايدر وليزانفيستيسور اللي غادي يحاولوا يتعاملوا مع هذا WCX، لان دابا العديد من المشاكل في المنصات الاخرى، وخاصه منصات البولونيكس والبيتريكس فيهم العديد من المشاكل. لذا كاينين دابا منصات اخرى اللي باغين يتواجدوا في السوق وياخذوا العمولات وياخذوا لي زانفيستيسور ولا لي ترايدر ديال المنصات الاخرين يجيبوهم من هذه المنصه هذه. المهم حنا بالنسبه لنا نعرفوا هذه المنصه، نكونوا عارفينها من الاوائل، ونعرفوا هذا WCX شنو هو، هذا الاي سي او WCX. وثاني حاجه واهم حاجه هي نستافدوا من هذيك 50 WCX اللي غيعطيوها لنا في الاول كهديه، نستافدوا منها. ربما ان هذا لو بري ديال WCX من بعد فاش تلونسا لا بلاتفورم من هنا لشهر 10 اكتوبر يقدر يوصل الواحد دولار ولا جوج دولار ولا 3 دولار، اون سي جامي، ما عرفناش لو بري ديالو. المهم استغلوا الفرصه، نعرفوا هذه المنصه، نعرفوا المزايا ديالها. هما كيقولوا ان هذه المنصه، الناس اللي كيقول هذه المنصه، ان الناس اللي انفيستيو في هذا الاي سي او غادي يشريو في هذا الاي سي او، مثلا عندك واحد القدر من الاي سي او ديال دبليو في سي اكس، يقول لك انك غادي تولي مستثمر في دبليو في سي اكس، وغتولي تاخذ ارباح من لي ترانزاكسيون اللي كدار في دبليو سي اكس. يعني فاش واحد مثلا ان ترادر دار واحد العمليه ديال تما ديال 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 تراد، او حول من البيتكوين، حولها للرايبل، ولا من الرايبل حولها للبيتكوين، ضروري دبليو سي اكس غتاخذ لي في، يعني الضرائب على هذيك العمليه اللي دار. مثلا غادي تاخذ 0.1 دولار، 0.1% من ترانزاكسيون في ديال العمليه. ولكن الناس اللي عندهم مستثمرين في الاي سي او ديال دبليو في سي اكس، يفون بيرسيفوار، يعني غادي ياخذوا 20% من هاد الترانزاكسيون. يعني سا ديبون على حساب الكوطا، على حساب العدد ديال لي اي سي او، ولا حسب العدد ديال دبليو سي اكس اللي واخدو لانفيستيسور. هذا من جهه. غادي نعاودو نشرحو ان شاء الله هادشي بالتفصيل ف
فاش يقرب الوقت ديالو تقدروا تشوفوا في الوايت بايبر، كاين مجموعة من المعطيات المهمة حول البيتكوين، حول العملات الرقمية، حول لي سيت دو تراد مثلا بيتهاب، بولونيكس. هادو تقريبا جميع المنصات كراكن بالفوليوم ديالهم، مثلا بالنسبة لبولونيكس 325 مليون دولار، بالنسبة للكراكن 272 مليون دولار، حجم الترانزاكسيون ديال اللي كاينه في التداول في هذه المنصات. ومعلومات مهمة، أول منصة اللي مشهورة هي بيتهاب اللي 471 مليون دولار، هذا من جهة. يعني شوفوا هاد لو بخي، شوفوا هاد لو غيد مزيان، قراوه مزيان، غتلقاو فيه بزاف ديال المعلومات، العديد من المعلومات اللي تستافدوا منها. وفي لو لونسمون ديال الاي سي او اللي بان ليه لو بروجي، وكان يعني بان ليه لو بروجي انهم ناس صادقين وغادي يعجبوا لو بروجي، يقدر يستثمر. انا شخصيا ما كنستثمرش في هذه المواقع، لاني طحت في بزاف ديال المواقع نصابه وتنصب عليا، لذا ما كنقدرش انفيستي في الاول غالي. واللي بغى انفيستي من معاهم في الاول كيبقى حريه شخصيه ديالو. انا وريتكم لو سيت، عطيتكم لي زانفورماسيون، المينيموم دانفورماسيون، وانتم كملوا قراو على لي زانفورماسيون، قلبوا في لي زوتر شين يوتيوب على لانفورماسيون. اللي بغى يستثمر في هذا لو سيت الله يسهل عليه، اللي ما بغاش هذه حريه شخصيه ديالو، وهادشي اللي كاين. فوالا، نبغي نذكر ان السعر ديال، غادي تلقاو ان شاء الله لو ليان ديال هاد لو سيت، غتلقاو في الديسكريبسيون. نورمالمون كيكون ان ليان دو ريفيرال اللي شفت الناس كيستعملوه. انا فاش دخلت لو سيت ما عطانيش لو ليان دو ريفيرال، تنشوف هذا المشكل مع ال دبليو سي اكس، وقد درت لهم، صيفط لهم ان ميساج، راسلتهم في هذا الموضوع وباقي ما ردوش عليا حول لو ليان دو ريفيرال، لان الناس كتقيد بان ليان دو ريفيرال وكتربح دبليو سي اكس. انا ما عنديش هذاك لو ليان ريفيرال، حتى نعاودو نلقاو ان شاء الله. وبالنسبة لي دات كلي ولا الكي دات، عندك لو بومي سبتمبر هيكون لونسمون ديال البيتا لانش، يعني لا فيرسون بيتا ديال المنصة، غيكون فيها 5000 مشارك من 30 دولة، غادي يشاركوا في هذا لو بروغرام باش يعرفوا المشاكل ديالو، يعرفوا المشاكل ديال هذه المنصة الجديدة. ومن تما ومن بعد غتكون في لو 1 اكتوبر 2017 غيكون لونسمون ديال الاي سي او. هاد الاي سي او غيكون تقريبا كيف ما قلت لكم 10 1 دولار كتشريو 10 ديال دبليو في سي اكس، وغادي يكون هناك واحد التخفيض ديال 15% اللي تسجل الان، كيكون واحد التخفيض ديال 15% هنايا ديال بري اي سي او. يعني الا كنتي غتشري بواحد دولار غادي تشري تقريبا ب 85 سنت، غتشري 10 ديال دبليو في سي اكس، ورغم انك غادي تربح 50 دبليو في سي اكس غير من التسجيل الاني في هذا الموقع. هذا من جهه. ونكملوا لي دات، اكتوبر 10 اكتوبر 2017 غيكون لونسمون ديال دبليو في سي اكس، وغادي تولي تقريبا متاحة للتداول في جميع لي بلاتفورم ديال العملات الرقمية. وهذا البروجي شبيه بواحد العملة أخرى سميتها البيتشار اكزاكتومون، عندها لو ميم كونسيبت، لو ميم زيدي، فوالا نفس الأفكار. هذا من جهة. نشوفو غير قبل ما نختم هاد لا فيديو، نشوفوا السعر ديال البيتكوين وصل ل 2300 دولار، وهذا حصري لان هذا ان غوكور، 3400 دولار سعر البيتكوين، غادي في ارتفاع كبير جدا نظرا لمجموعة من العوامل، ومن اهم العوامل اللي خلاو هذا السعر ديال البيتكوين ارتفع هو ظهور العملة المنافسة ديال، ولا بعد انقسام البيتكوين وظهور البي سي سي والبيتكوين كاش، أن الناس
ضافت ليهم البيتكوين كاش في الواليس ديالهم، المحفظات ديالهم، خصوصا للسيدو تريدين. والناس بعد ما ارتفع هذا السعر ديال البيتكوين كاش، الناس حولوه من البيتكوين كاش، حولوا البيتكوين، تاقوا في البيتكوين، والآن السعر ديالو غالي 3300 ويقدر يوصل 4000 دولار. دابا باقي الفرصة الناس يستثمروا في البيتكوين، والناس يقلبوا ويشاهدوا في البيتكوين باش يواكبوا هذه الموجة ديال هذا التطور ديال هذه العملة اللي تقدر توصل لمبالغ خيالية. الناس كيقولوا غتوصل 4000 دولار، كاين اللي كيقول غتوصل 5000، لي زيكسبير كاين اللي متفائل جدا كيقول لك هذه العملة غتقدر توصل ل 10000 دولار، لأن لا كونتيتي ديالها ليميتي، اللي ما كتعداش 21 مليون عملة البيتكوين في العالم. هذا من جهة. بالنسبة ما تنساوش تسجلوا معنا في ستيميت، هذا الموقع الرائع جدا واللي فيه العديد من المزايا والعديد من الأرباح، واللي تقدر تربح فيه 100 دولار فاسيلمون، غير بديبوست، وتكون اكتيف وتكون خدام مزيان في هذا لو سيت، ان شاء الله غادي يسر لكم الله الامور. فوالا، هذا من جهة. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا لا فيديو، ما كنتش مبريباريه مزيان، غير شرحته لكم عفويا. يلا جاتني لانفورماسيون قلت نبارطاجيها مع الاصدقاء ديالنا في القناة. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا لا فيديو. الا كان عندكم ان كومونتير سواء لوك ان كريتير ان كريتيك ولا كومونتير، ما تنساوش تحطوه، ولا عندكم اسئله حطوها في لي كومونتير، مرحبا بكم، وتبارك الله عليكم، ومرحبا بكم في قناتكم جريدة الربح من الانترنت.